بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. إيه الحلاوة دي؟ ما تزغرطي لأختك يا لولي. بعرفش أزغرط. يا اختي، انا طول عمري اعرف ان الناس يتخطبوا وبعدين يتجوزوا، لكن يخلفوا وبعدين يتجوزوا وانتوا فاجئتوني. ممكن تسيبوني شويه؟ حاضر. خمسه كده ماشي. يلا يا اختي. مهره كويسه؟ سيبيني لوحدي شويه يا لولي، وخدي معاكي حسن وديه عند سعيد. ماله؟ عايز أم؟ تلاقي جعان؟ لا، ابنك خايف من اللي بتفكر فيها مهرة. بفكر في ايه؟ عايزة ترجعي في كلامي؟ الجوازة دي مش حياة أو موت بالنسبة ليكي ولأخواتك وبس، لا، ده بالنسبة لابنك كمان. ابنك بالجوازة دي هيبقى اسمه حسن زيدان سيف الدين، يعني ابن المستر الكبير. عارفة يا سحر، مش هقدر أرجع خطوة ورا، ولا هقدر أقول الكابر إن اللي يقابلني. أمال إيه؟ محسساني اللي كأنك في عزا. كل اللي بيجرالي ده، اللي اخترته غشني وكذب عليا وخاني، استحملت القرف والخنقه عشان ما اعملش حاجه ما بحبهاش، واضطريت اخلعه وحملت ما قلتلوش. ودي حسن اهو كبر، دلوقتي هتجوز اللي تقدم لي مرتين ورفضته. ايه رأيك في قصتي؟ مؤثرة؟ صدقيني يا مهرة، ده كمان في مصلحة جابر، بدل ما يخرج من السجن وفي رقبته عيل، هيخرج بطوله ويعيش حياته الله يسهله، افرحي واتبسطي. أنا مش عايزة أشوفك كده. مهرة، العريس والمأذون وصلوا. يلا مهرة، يلا حبيبتي، يلا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، زواج مبارك إن شاء الله. ألف مبروك. هو مفيش معازيم ليه؟ هو الفرح ده عرفي. دي في ايه؟ مبروك يا مهرة. تعالي يا حبيبتي، انا عندك بس الكلمتين فاضي. طارق، شكرا يا حبيبي، شكرا. ايه؟ مهرة، ممكن بس تقلعي السلسلة دي عشان ألبسك بيك؟ بس السلسلة دي أنا بحبها وارثها عن أمي، أنت عايزني أخلعها؟ لا لا مفيش مشكلة، هلبسها لك فوقيها. مبروك عليك يا حبيبتي.